السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم الزراعة على اليوتيوب. طبعا لو عندك شجر ليمون زي ما حضرتك شايف وعايز تعمل منه اكسار بسرعة بدون ما تنتظر 3 سنوات عشان يثمر، لازم تشوف الفيديو ده. الفيديو ده ان شاء الله هنخصصه في حاجة مهمة جدا. زي ما حضرتك شايف ده ليمون بلدي طبعا امامكم، هنخصصه في حتة اللي هو ايه، اكسار الليمون عن طريق الترقيق. كثير لقينا فيديوهات الاكسار الليمون عن طريق الترقيق الهوائي اللي هو الاكسار الخضري، بس حابب اتكلم على حاجة مهمة جدا قبل ما نعمل عملية الاكسار دي، ان الليمون البلدي او الليمون اساسا بيبقى بيحتاج اصل ويحتاج طعم. في نوع اللي هو بيكون الاصل البذرة زي ما حضرتكم شايفين امامكم، وده بيبقى للمزارع وبيبقى للاسوار المزارع، بيبقى شكله كبير، بيبقى الاصل بتاعه بذره بس بياخد سنين طويله عشان يثمر، من 4 ل6 سنوات بيبدا يبشر. فيه الليمون الثاني بيبقى مطعوم على اصلين هم اشهرهم اللي هو الفلكه والاصل اللي هو ايه الارنج او النارنج، اللي هو ده الليمون اللي هو البلد اللي بيطلع على 3 سنوات، والاثنين موجودين في المشتل عندنا. بس قبل ما نشوف الحته دي وحته مثلا اذا انت تشتري في المشتل او ما تشتريش، انا هنوضح لك حاجه مهمه جدا، وهي اغلب الفيديوهات اللي كان بيعمل عملية الاكسار فيها عن طريق الترقيق الهوائي، في بعض الاخوة قالوا ان الشجر دي ما بتكونش معمرة، وفيه بعض الاخوة قالوا لان طبعا بيحتاج اصل زي ما تكلمنا عليه. طبعا تكلمنا على الاصول قبل كده في حلقات سابقة، ان شاء الله هتلاقوا الروابط اسفل الفيديو في سلسلة ايه الاكسار او سلسلة خاصة باشجار الليمون. بعض الاخوه قالوا بتفشل وبتفسد طريقه الترقيق الهوائي، يعني قبل نجاحها اساسا في الارض الى الاسمار بتفشل وهي في عمليه الترقيق الهوائي، ده هنعرف ان شاء الله النهارده. الحاجه الثالثه ان عايزين نعمل تجربه نشوف هل هتكون معمره اساسا، او هل انتشار الجذور هيكون وتدي وعرضي، ولا هتكون غير معمره ومش هتثمر. وبعد كده هنقفل موضوع الترقيق الهوائي لاشجار اللي هو الليمون، فهنتابع معاكم ان شاء الله الفيديو ده بخطوات كامله باذن الله. والفيديو ده هيتم وضعه في سلسله الخاصه بالليمون من زراعه، يعني زي ما حضرتكم شايفين دي يمكن عمرها 5 أو 6 سنين، عملنا لها فيديو يوم الزراعه من 5 سنين تقدر تشوفوه، عملنا لها فيديو تقليم، فيديو تربيه، عملنا لها فيديو تسميد، عملنا لها فيديو ازاي نراعيها وازاي نهتم بيها، يعني عملنا فيديوهات كثيره لشجره الليمون زي ما حضراتكم شايفين امامكم. ودلوقتي باذن الله هيتم عمل عمليه الاكسار بالترقيد الهوائي. الترقيد الهوائي ايه؟ اكسار الترقيد الهوائي اتكلمنا برضه في سلسله الاكسار بالترقيد الهوائي على تعريفه وفوائده وهل كل الاشجار تنفع او لا. بس الاكسار بالترقيق الهوائي من وجهة نظري هيبقى حساس بخصوص الليمون، ده اللي هنعرف ان شاء الله في الفيديو باذن الله، فتابعوه وان شاء الله هنكمل فيديو تاني هنعرف النتيجة النجاح وكمان وقت الغرس. وبعد كده هننهي موضوع الترقيق الهوائي عن طريق يعني ايه زراعة الليمون عن طريق الترقيق الهوائي، فده اللي ان شاء الله هنشوفه باذن الله في الحلقات الجاية، فتابعوا الفيديو للنهاية. يلا بينا. طبعا الأدوات اللي هنستخدمها زي ما حضرتكم شايفين أمامكم، اللي هي أول حاجة طبعا أي سكينة عندك تكون مطهرها وتكون كويسة، طبعا أكياس شفافة، البوتموس زي ما حضرتكم شايفين، والفرق بين البوتموس والطينة إن البوتموس بيسرع العملية زي ما حضرتكم شايفين عملية اللي هو الترقيد الهوائي وبينجح من العملية على عكس الطين، وكمان بيحتفظ بالرطوبة وما بيأثرش على عفن أو أي حاجة. ده بوتموس على برلايت، طبعا ده مبلول أو نقعينه في المية زي ما حضرتكم شايفين، بصوا أمامكم يعني ده شكله بالظبط زي ما حضرتكم شايفين أمامكم. فده دلوقتي إن شاء الله هيتم عمله إزاي. طبعا في عملية الترقيد الهوائي لأشجار اللهم صل على سيدنا محمد، التين اللي عملناها كان فيديو كامل في سلسلة الترقيد الهوائي. طبعا كان يختلف الأمر لأن طبعا قدرنا نختار الفرع وندخل فيه الكيس، الكيس زي ما حضرتكم شايفين
فزي ما بقول لحضرتكم قدرنا في عملية الترقيد الهوائي للتين ندخل الكيس من خلال الفرع اللي احنا كنا عايزينه. اما طبعا مع صعوبة طبعا الافرع بتاعت الهوية الليمون طبعا، فهنعمل طريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله هتسرع العملية وهتكون برضو ناجحة باذن الله. زي ما حضرتكم شايفين امامكم، بعد ما ليه بالضبط كده هيتم ربطه زي ما حضرتكم شايفين امامكم. وبعد كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح عاملين شق زي ما حضرتكم شايفين امامكم. ودلوقتي هيجي الدور عشان نختار الفرع اللي هنعمل عليه عملية الترقيد الهوائي، فتابعوني. زي ما حضرتكم شايفين لما نيجي نختار فرع غليظ بسمك الصابع او قلم الرصاص اللي هو بيبقى كبير زي ما حضرتكم شايفين امامكم، ما بنختارش فرع زي فرع صغير زي ده مثلا، لا بنختار فرع كبير في سمك اصبع اليد بالظبط، ويكون فرع ما يكونش سرطانات او الافرخ المائيه. وتكلمنا في فيديوهات قبل كده على الفرق بين السرطانات والافرخ المائيه، لانها طبعا ما بتنتجش بل بالعكس بيبقى نموها زايد وبتاثر على الشجره. فلما نيجي نختار الفرع اللي احنا شايفينه بعد كده باذن الله هيتم الاثمار عليه، وفرع ما يحتاجش سنوات عشان يبدا يكمل المخزون بتاعه في الشجر عشان ينتج الثمر، يعني فرع يكون ايه؟ يكون متغذي او طراح زي ما بنقوله من الام. فدلوقتي هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هيتم اختيار مثلا زي ما حضراتكم شايفين امامكم قطع دائري بالظبط كده زي ما عملنا بالظبط في موضوع الفيديو التين، يعني تقدر تشوفوه على القناة بإذن الله، يعني هنضع لكم الرابط بإذن الله للي ما شافهاش يعني. وهيتم التكشير زي ما حضرتكم شايفين امامكم. نقول بسم الله كده الناحية اللي عندي تمام، فاضل الناحية اللي هي في مواجهة الكاميرا. القص وشلنا اللحاق، هيتم وضع الكيس زي ما حضرتكم شايفين امامكم، يعني هيتم وضعه لو بس جربنا الكاميرا هنا هيتم وضعه كده وضعه ضمين عليه. يا حسين هات البلاستر ده ونضم عليه الكيس زي ما حضرتكم شايفين امامكم. حابب اقول نقطة، يا ريت بس يا احمد توجه الكاميرا، حابب اقول نقطة ان مواعيد الترقيد الهوائي في شجر الليمون هنبدأ من ابتداء شهر ربيع لغاية اشهر الحر على حسب كل دولة، ونسيب اشهر الحر ونبدأ من شهر 9 لغاية شهر 10 او 11 بعيدا عن ايه اشهر السكون اللي بيوقف فيها اصلا العصارة متوقفة في النبات، فده بيأثر او بيأخر من عملية ايه؟ من عملية اللي هي التجذير الهوائي. شايفين امامكم بعد ما هيتم ضبط من فوق كده بالظبط هيتم التثبيت. من الاسفل زي ما حضرتكم شايفين اهم حاجه الضغط عليها كويس وبشده عشان ايه نفرغ مثلا اي هواء يخلي البوتموس ينشف، ودي اللي هي ايه التركايه اللي كثير من الاخوه ايه بيعملوها او بتفسد معاهم عمليه الترقيد الهوائي، وهو ايه وهو موضوع البوتموس او الطين اللي هو بيكون ناشف معاهم او بيكون ايه اتعرض للهواء وأشعة الشمس فتلاقيه فسد والفرع عفن، فما عملش ايه ما عملش اي جذور هوائية. بعد كده هيتم تغطيته بالهواء ايه الكياس الاسترتش دي، طبعا
طبعا نستخدم بحذر طبعا عشان ايه؟ عشان الليمون فيه الشوك زي ما حضراتكم شايفين امامكم. ويتم تكيسه والضغط عليه كويس. كل مكان طرد الهواء اكبر والعمليه متماسكه كل مكان نجاحها اكبر. زي ما حضراتكم شايفين امامكم هيتم دلوقتي باذن الله وضع عليه او تغطيته باللي هي ايه الاكياس اللي هي السودا. زي ما حضراتكم شايفين ده اي كيس يمنع اشعه الشمس. طبعا نديها ربطه للامان من تحت الفرح. زي ما حضراتكم شايفين هيتم لف عليها الكيس من غير اي مشاكل. الكيس ده عشان ايه؟ يمنع زي ما قلنا اشعة الشمس. هتلي احنا الخيط ده هتريح. وهيتم ربط عليه ربط عادي من غير اي مشاكل. طبعا زي ما حضراتكم شايفين امامكم لو الكاميرا جربت الخطوه دي اللي هنتابعها ان شاء الله نتائجها وطريقه زراعتها. وبعد كده هنتابع معاكم الشجره دي زي ما اتكلمنا هل مجديه وفعلا كويسه انك تاخد فرع من الشجره تزرع على طول، او زي ما اتكلمنا في اول حلقه ان بيحتاج اصول وان ما بتكونش معمره زي اللي هي الليمون المضعوم. فان شاء الله تابعوا الفيديوهات اللي جايه في السلسله القادمه باذن الله، وان شاء الله هنشوف مع بعض النتائج. يعني فكل اللي هنعمله ان احنا ان شاء الله هنصبر عليها، يعني ما ينفعش نلمسها او نروح عندها او نكشفها الا بعد 20 يوم لشهر بالظبط. بعد كده هنروحوا فاصلينها على طول. احنا دلوقتي يعتبر في بدايه 9/3/9 اي 3 سبتمبر، فهنشوفوها ان شاء الله بعد شهر بالظبط ان شاء الله او 20 يوم، وهنشوف نمو الجذور في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وساعة ما تنجح عملية الترقيل الهوائي هنكون غرسناها وهنعرف الطريقة كاملة بإذن الله. فتابعوا الفيديو للنهاية وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.